مدرب عمر سيقود الفارس خالد السعدي وخامس الوافدين الى الميدان شيف المالك والمدرب عبد عوابته سيقود الفارس محمد العابد انتظار دخول الحصان شلهوب لنستكمل عدد المشاركين بثمان اشواط هذا المهرجان شد يا بلال شد يا ابو احمد إذن سادس الوافدين إلى الميدان سلطان الذهب المالك حسن المدرب محمد والقياد سيكون زنور غدير ميدان المطار باسم الأخ جمال غدير والأخ أبو صالح البدوي نرحب بالأخ سعيد جمعة وفي تلفزيون مكال داخل ميدان المطار داخل هذا الحدث الكبير في بطولة ميدان المطار لعام 2019 نرحب بهم أجمل ترحيب مرة أخرى الأخ سعيد جمعة وإدارة تلفزيون مكال داخل ميدان المطار في هذا الحدث الأكبر لعام 2019 في بطولة ميدان المطار طبعا كما وندعو لتتويج خيول الشوط الثامن الأخ عادل فلاح الهيب أبو كرم فليتفضل إلى منصة التتويج مشكور إذن انطلاق أول المنطلقين بريق الصخرة المالك والمدرب محمد حصري سيقود الفارس سالم العقبي إذا رابع المنطلقين بعملية الإحماء جليل المالك والمدرب عمر على صهوته الفارس خالد السعدي على صهوة الحصان جليل رابع المنطلقين بثامن أشواط هذا المهرجان إحماء شيخ المالك والمدرب عبد عوابدة على صهوته الفارس محمد العارف على صهوة الحصان شيخ دهمان المالك والمدرب بسام ابو فاروق مع الفارس اياس ابو جبل اخر المنطلقين نحو جهاز الانطلاق بثامن اشواط هذا المهرجان بريق الصخره مع سالم العقبي سلطان الذهب مع ظنور غدير دهمان مع اياس ابو جبل جليل مع خالد السعدي شمس الصخره مع بزيو وشيخ مع محمد العارف هذه هي إذا خيول الشوط الثامن تنطلق تباعا نحو جهاز الانطلاق بريق الصخرة مع سالم العقبي سلطان الذهب مع زنور غدير شيخ مع عبد الله هيب دهمان مع أياس الملك موسى صوالحة زيان الوادي الملك أبو يحيى ابن الوزير الملك شادغ رفات مدهش الملك وسيم جواميس وكحيل الليل الملك عامر كعبية هذه هي أسماء الصخرة مع سالم العقبي سلطان الذهب مع زنور غدير دهمان مع اياس ابو جبل جليل مع خالد السعدي شمس الصخرة مع بزيو شيخ مع محمد العارف وشيخ مع عبد الله هيب بالفعل انطلقت خيول الشوط الثامن على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة للشيخ مع محمد العارف الى ان اياس ابو جبل وخالد السعدي بهذا الدخول الثلاثي بالمراحل الاولى من هذا السباق ولكن شيخ مع محمد العارف يقود خيول الشوط جليل مع خالد
مواليد السعدي يتقدم للمرتبة الثانية، أياس أبو جبل على صهوة دهمان بالمرتبة الثالثة بالمراحل الأولى من هذا السباق. شيخ ما يزال يقود خيول الشوط، يدخل المنعطف الأول، يقود خيول الشوط الثامن الآن ما بين المنعطفين. بدأ بزيو يتقدم على صهوة شمس الصخرة ما بين المنعطفين، قرابة المنعطف الثاني والأخير، تقبل خيول الشوط الثامن نحو الخط المستقيم. شيخ مع محمد العارف يقبل بصدارة الشوط، شمس الصخرة يندفع من الخارج مع بزيو، خالد السعدي يندفع على صهوة جليل، شيخ جليل شمس الصخرة بدخول ثلاثي نحو الخط المستقيم، دهمان يندفع من الداخل، دهمان وشيخ وشمس الصخرة، دهمان وشيخ وشمس الصخرة، ولكن الدخول ثنائي ما بين شيخ وشمس الصخرة بصراع ثنائي على صدارة الشوط، شيخ وشمس الصخرة بصراع على صدارة الشوط، شيخ بالمرتبة الأولى، شمس الصخرة بالمرتبة الثانية، ودهمان بالمرتبة الثالثة. هذه هي نتيجة أصحاب المراتب الثلاث الأولى بالشوط الثامن، فليتفضلوا أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى منصة التتويج، مشكورين. مبروك مبروك يا عبد العوابدي، مبروك للشيخ صاحب المرتبة الأولى بهذا الشوط برفقة الفارس المتألق محمد العارف على صهوة الشيخ بصدارة الشوط الثامن بزيو على صهوة شمس الصخرة بالمرتبة الثانية، ودهمان بالمرتبة الثالثة مع أياس أبو جبل مرة أخرى، فليتفضلوا أصحاب المراتب الثلاث الأولى. إذن بانطلاقة صاروخية منذ الرمق الأول حتى الرمق الأخير برفقة الفارس المتألق والمخضرم محمد العارف على صهوة الشيخ، مبروك يا عبد عوابدي، مبروك، ألف ألف مبروك لملاك ومدربين هذا الحصان بطل الشوط الثامن على ميدان المطار برفقة الفارس المتألق محمد العارف الغريفات، مبروك، ألف 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 مبروك للشيخ بطل أبطال ميدان المطار بشوط مفتوح الدرجات بثامن من أشواط هذا المهرجان، مبروك يا عبد عوابدي، مبروك لمحمد العارف غرفات، مبروك، ألف 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 مبروك لشيخ خيول الشوط الثامن على ميدان المطار وصاحب المرتبة الأولى بثامن أشواط هذا المهرجان، مبروك للشيخ، مبروك لعبد عوابدي، مبروك لمحمد العارف غرفات، مبروك، ألف 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 مبروك لجميع طاقم وملاك ومدربين المهر الشيخ صاحب المرتبة الأولى بالشوط الثامن. أما صاحب المرتبة الثانية والوسيط الثاني كانت من نصيب شمس الصخرة للمالك والمدرب علاء حروب، مبروك حبايبنا من النقب، فرسان النقب حللتم أهلا ونزلوك، ألف مبروك لشمس الصخرة، يتوج الفارس محمد العارف بروح رياضية أخوية متبادلة بين الفرسان الشوط الثامن، مبروك لصاحب المرتبة الأولى وصاحب المرتبة الثانية. أما صاحب المرتبة الثالثة فكانت من نصيب دهمان المالك والمدرب بسام أبو فاروق بقيادة الفارس أياس أبو جبل، يكتفي بالمرتبة الثالثة بثامن أشواط هذا المهرجان، مبروك للفائزين بالشوط الثامن، حظا أوفر لمن لا يحلفه الحظ بالفوز. من مجريات الشوط الثامن ننتقل إلى مجريات